على بركته من وطن سويس اللي فيه الاستقبال ديال الوطن الاجتماعية لكرة الطائرة وكرة الثلاثة. تحية عطرة، تحية تربوية للقراء المتتبعين بوابة الأسرة التربية البدنية المغرب، بوابة بطبيعة الحال اللي لا تخفى على الأسرة التربية البدنية لما أعطته وما تعطيه وما ستعطيه إن شاء الله لكل من يريد أن يعد الامتحان أو يعد لأي شهادة من أي نوع كان، لمن يريد أن يعد دروسه، لمن يريد أن يشتغل مع زملائه. فالبوابة كنز كريم، وهذه ماشي كلام ديالي أنا بوحدي، هذا كلام ديال جميع الأطر ديال وزارة التربية الوطنية المهتمين أو المتتبعين أو العاملين في حق التربية البدنية والرياضة المدرسية. هنا اليوم كنتواجدوا كما سبقت الإشارة وطن سويس اللي في استقبال ديال المشاركين في البطولة الإفريقية لكرة الطائرة ولكرة الثلاثة. وصل لي الساعة حوالي 4 ديال الوفود اللي كيمثلوا 4 ديال الدول الإفريقية، المشاركين في كرة السلة بصفة خاصة كرة السلة ذكور، وكذلك بعض الدول المشاركة في كرة السلة إناث والكرة الطائرة إناث وذكور. المشاركين مواليد أو فئة 18 سنة 18 سنة وأقل، وكيشارك المغرب في البطولتين جوج كرة السلة وكرة الطائرة بفرق الإناث وفرق الذكور. ومن طبيعة الحال هذا تتويج ديال الرياضة المدرسية، هذا ما يطلبه هو ما يتمناه أي إقليمي، أنه يشارك في بطولة إقليمية، يتأهل بطولة جهوية، يتأهل بطولة وطنية، ويشارك في بطولة من هذا الحجم، هذا بطولة إفريقية، ويقيس مدى الكفايات الرياضية ديالو مع زملاء من دول أخرى، من دول إفريقية، من القارة الإفريقية. اللي بالمناسبة فهذه البطولة هذه كتنظم تحت إشراف الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية، اللي هي بدورة تابعة للجامعة الدولية للرياضة المدرسية، ويترأس السي يوسف بن القاسمي الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية، كما يتبوأ نائب الرئيس الأول للجامعة الدولية للرياضة المدرسية. فمرحبا بجميع حضور التربية البدنية والرياضة المدرسية، مرحبا بجميع المهتمين بالرياضه المدرسيه. فانطلاق المقابلات وانطلاق هذه المباريات غادي يكون ان شاء الله غدا صباحا داخل مؤسسه تعليميه اللي عندها تاريخ حاد في تكوين الاطر ديال التربيه البدنيه، اللي هو لونسيان سيبير اللي كاين في عين اللي ولا الان هو ثانويه الرياضيين، اللي كيضم من بين التخصصات الرياضيه اللي فيه بالنسبه للتلاميذ رياضه ودراسه، يضم كذلك كرة الطائرة وكرة السلة. وهذه مناسبة باش هذه المؤسسة هذه نعطيوها الإشعاع اللازم ديالها، نعطيوها حقها من الإشعاع ومن التاريخ اللي مرت به، اللي كونت معظم الأساتذة العاملين حاليا ومستشفين ومكاتب الأرتقاء بالرياضة المدرسية. ليلى حيان رئيسة مصلحة تتبع الأنشطة الرياضية المدرسية بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. يعني كلمة في حق البوابة، أنها أتاحت الفرصة لأستاذات وأساتذة المادة، مفتشين ومفتشات، يعني جميع الأطر التي تهتم بهذا الجانب، يعني الجانب الرياضي ما له علاقة بالتربية البدنية أو الرياضة المدرسية. من قبل كانوا الناس كيقلبوا مثلا على وثائق معلومات هم سواء التربية البدنية أو الرياضة المدرسية، الآن هناك تكامل ما بين يعني البوابة من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع الأستاذات والأساتذة للتمكن من يعني الاطلاع على آخر المستجدات التي تصدرها مثلا مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية أو الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. شكرا لهذه البوابة.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مستوى الرياضة المدرسية الدولية. تحتضن مدينة الدار البيضاء اليوم ابتداء من 26 فبراير لغاية 1 مارس البطولة الإفريقية المدرسية في كرة الطائرة وكذلك في كرة السلة 3-3. وتشكل هذه البطولة محطة مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين جميع الدول الإفريقية وكذلك يعني الارتقاء بالرياضة المدرسية على المستوى الإفريقي، خاصة وأن المملكة المغربية تترأس هذه الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية في شهر يوسف القاسمي، وكذلك هي فرصة أيضا لتعزيز رياضة المملكة المغربية على الصعيد الإفريقي كقاطرة لتنمية الرياضة بطبيعة الحال بتعاون مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة المنتمية للجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية. وجب التذكير كذلك أنه ينظم كذلك في نفس الفترة الجمع العام للجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية والذي تشارك فيه جميع الدول الإفريقية العضوة بهذه الجامعة، وسيتم خلال برنامج الجمع العام خلال يومين سيخصص يوم أول لاجتماعات المناطق وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي ليمر بعد ذلك أعضاء الجمع العام إلى جمع عام استثنائي، وذلك للمصادقة على التعديلات على النظام الأساسي، وأخيرا إلى جمع العام الانتخابي من أجل تجديد هياكل الجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية لمدة 4 سنوات القادمة. Guari coach Kenya, a volleyball ladies team, girls team. We have East Africa champions. You have come to compete in the Continental Championship in Casablanca, Morocco. It is wonderful, so good. The hosts are very good and we are very happy. We are very ready for the competition. It is the best we have ever seen, the best inaugural competition in Africa. Thank you very much. Merci, là nous sommes à Casablanca au Maroc pour le premier championnat africain de sport scolaire en volleyball et basketball. Donc le Niger a honoré l'histoire de sa présence et nous allons compétir en basketball 3 contre 3. Ce qui nous a marqué, c'est surtout l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé le Maroc. Chaque fois que nous venons au Maroc, vraiment nous sommes très bien accueillis. Et c'est une fierté aujourd'hui pour le Niger, compte tenu des relations qui existent entre le Niger et le Maroc. Donc c'est vraiment une fierté nationale. Et les scolaires qui sont, ont fait le déplacement pour venir rencontrer les autres camarades des autres pays issus du Maroc, vraiment nous ne pouvons que remercier et féliciter le Maroc. Nassou Seydou, entraîneur de basketball, je viens du Niger. Et je suis un entraîneur. J'ai trouvé l'accueil chaleureux au Maroc. C'est un beau pays que j'ai beaucoup rêvé de visiter, mais c'est grâce à cette compétition que j'ai eu la chance de visiter ce pays. Il est vraiment joli et beau, et vraiment les gens sont aimables et c'est un pays vraiment d'accueil. Merci. Je suis né le 3 mars 2006 à Koweït. Donc nous sommes là pour un tournoi de basketball. 3 contre 3 ici au Maroc. Bon, l'accueil c'était pas mal, c'était bon. On a trouvé ça très bien. Donc, ils nous ont bien accueillis au Maroc, Casablanca. Vraiment, on les remercie.
Thank you.
Merci.